السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفو كيفاش كنديرو نعبرو على جوج الاحداث اللي وقعوا في الماضي. بالنسبه لهاد الاحداث هادو فكنعبرو عليهم بالباست بيرفكت والباست سيمبل. بالنسبه للباست بيرفكت هو هاد بلس باست بارتيسيبل، ولا نقدروا نكتبو يعني هاد يعني ابوستروفي دي. بون غادي ناخذ هنا واحد يعني واحد لا سيتوياسيون، واحد الاكزامبل. وي هاف هير سارة وين تو ذا بارتي تو ا بارتي لاست ويك. احمد وين تو ذا بارتي تو بات ذي ديدنت سي ايتش اذر بيكوز احمد وينت هوم ات 10:30 اند سارة ارايفد ات 11. سو كيف ما كتلاحظوا هنايا لان ساره واحمد مشاو لواحد الحفله ولكن ما تلاقاوش. علاش؟ لان يعني احمد مع العشرة ونص خرج مشى للدار ديالو، وساره حتى ال 11 عاد جات. فهنايا عندنا جوج الاحداث في الماضي. الحدث الاول كما قلنا هو احمد يعني خرج مشى لدارو مع العشرة ونص. اما بالنسبه للحدث الثاني فهو يعني المجيء نتاع سارة. اوكي سو هاد جوج الاحداث وقعوا في الماضي وبيناتهم 30 دقيقه. اوكي دونك هنا عندنا تو اكشنز، جوج الاحداث اللي وقعوا في الماضي. باش اننا نشوفوا يعني شنو هو الفعل اللي نديروه في الباست بيرفكت، ولا شنو هو الفعل اللي نديروه في السيمبل بريزنت سيمبل باست سوري، فكنشوفوا تسلسل الاحداث. دائما الحدث اللي وقع الاول كنديروه هو في الباست بيرفكت، اما الحدث الثاني اللي وقع في الماضي فكنديروه في السيمبل باست. بحال هنا عندنا في هذا المثال هذا الناس، الحدث الاول هو يعني go home، يعني ان احمد مشى للدار ديالو. الحدث الثاني هو يعني المجيء ديال ساره. فالرول هنايا او القاعده هنا دائما قلنا ان يعني الفيرست اكشن هي كتكون الفعل ديالها كنكونجيغيوه في الباست بيرفكت، اما الحدث الثاني فكنكونجيغيوه في الباست سيمبل. هنا باش اننا نختصروا الهضره، باش اننا ما نقولوش واحد يعني جمل كثيره، بحال مثلا هنا عندنا ساره went to a party last week، احمد went to the party too، وكذا وكذا. باش اننا نلخصوا هذا يعني هذا الكلام كامل، فكنجيو كنقولوا في جمله واحده كندخلوا فيها جوج الاحداث. فكنقولوا when ساره arrived at the party احمد had already gone home، يعني في الوقيتة اللي سارة جات للحفلة احمد كان ديجا مشى. وشوفوا اللي فيديو اللي قبل على حساب يعني هذوك الكلمات اللي كنخدموهم مع البرفكت بحال already just yet etc، يعني كاع هاد الكلمات كنخدموهم مع الباست بيرفكت. بون هنا المثال يعني راه واضح، من ساره جات الحفله كان احمد ديجا يعني مشى للدار. دونك هنا غادي نفهموا بلي ان ساره واحمد ما تلاقاوش في الحفله.